والآن أعطي الكلمة لأخ عزيز قادم إلينا من بلد ثورة المليون شهيد، قادم من الجزائر العظيمة، الجزائر المناضلة، الجزائر التي كافحت الاستعمار العاتي الفرنسي كفاحاً رائعاً باسلاً حتى اقتلعته من جذوره، الجزائر التي قدمت للوطن العربي كله نماذج من الكفاح نقتدي بها ونتأسى بها ونرى في الجزائر قوة عربية عظيمة. الأخ العزيز معالي السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر يتفضل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء المحترم، السيدات والسادة الحضور، يسعدني ويشرفني بهذه المناسبة أولاً أن أشكر كل من أشرف على تنظيم هذه المائدة المستديرة وحول هذا الموضوع الهام الذي نحن كأمة عربية كعالم عربي في حاجة إليه، وخاصة في هذه الظروف التي يمر بها العالم. لا شك أن تحديات تواجه العالم العربي، وهذه التحديات كما أشار إليها معالي الدكتور تحتاج إلى تكتل عربي قوي وتنسيق قوي في كل المواقف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لا شك أن من بين هذه التحديات الآن، والذي لا يجب أن يغيب على الأذهان، تحديات تتعلق بالطاقة، تحديات تتعلق بملف المياه، تحديات تتعلق بالأمن الغذائي، تحديات تتعلق ببطالة الشباب وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية. إنها كلها ملفات الآن أصبحت تؤثر في نمط العلاقات الدولية. وإن العالم العربي الآن محكوم عليه أن يذهب إلى هذه التكتلات، إلى مثل هذه التكتلات لمواجهة هذه التحديات. الجزائر مرت بظروف صعبة كما يعلمها الجميع، وكان لابد أننا نقوم بإصلاحات عميقة منذ سنة 1989، وهي الإصلاحات التي غيرت الكثير، ومررنا بتجارب كثيرة وكانت في بعض الأحيان عصيبة ومريرة.
وكان لابد، وكان لابد خلال العشرية الأخيرة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كان لابد من تحديد الأولويات في إطار برنامج واستراتيجية واضحة ارتكزت على ثلاث ملفات أساسية. أولاً، إعادة الاستقرار والأمن للبلد. ثانياً، إرجاع الجزائر إلى مكانتها في المحافل الدولية. وثالثاً، الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. هذه هي الملفات الكبرى التي ارتكزت عليها السياسة الجزائرية خلال العشرية الأخيرة وإلى حد الآن. وانطلاقاً من الملف الأخير بخصوص التنمية الاقتصادية، كان لابد أننا نصل إلى إبرام عقد اقتصادي واجتماعي، عقد وطني اقتصادي واجتماعي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعي. وكان ذلك في سنة 2006. ومن أهم الشروط بالنسبة لهذا العقد تعميق رقعة الحوار والتشاور لضمان الوقاية من النزاعات وإيجاد الحلول للمسائل الاجتماعية الاقتصادية مهما بلغت حدتها. كان من بين الشروط أننا ندرج هذا الالتزام في هذا العقد بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. كما تم الاتفاق أيضاً ضمن هذا العقد أنه لا تنمية بدون أمن وبدون استقرار، وبالتالي الكل لابد أن يعمل في إطار تحقيق هذه الأهداف. الحوار الاجتماعي الذي توج بإبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي في 2006 هو نتاج إرادة سياسية على أعلى المستوى، ويشكل آلية أساسية من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، يساعد على توفير الأجواء المناسبة للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وهو أيضاً عنصر من أهم عناصر العمل اللائق، ويمكن من التوفيق بين المتطلبات الاقتصادية والطموحات الاجتماعية، وهذا مهم جداً. طموحات اجتماعية متزايدة ومتطلبات اقتصادية تقتضي النجاعة في اقتصاد حتى يكون نمو وينشئ فرص العمل وينشئ الثروة. الحوار الاجتماعي في التجربة الجزائرية يجد سنده القانوني في الدستور الجزائري وفي المنظومة التشريعية الوطنية التي تكفل حقوق العمال الأساسية، كحرية ممارسة الحق النقابي، كحق التفاوض الجماعي، والسلامة الصحية والأمن وطب العمل، والمشاركة في الوقاية من النزاعات الجماعية والفردية وتسويتها، إلى جانب حق اللجوء إلى الإضراب. والحوار الاجتماعي في هذا العقد وطبقاً لهذا العقد يجري على ثلاث مستويات. أولاً، على مستوى المؤسسة الإنتاجية حتى نحمل المسؤولية للمؤسسة والعمال، وعلى مستوى قطاع النشاط، وعلى المستوى الوطني. فعلى
مستوى المؤسسة الاقتصادية براغماتيا تطبيقا تطبيقيا تم إلى حد الآن إبرام حوالي 3000 اتفاقية جماعية وقرابة 4000 اتفاقا جماعيا. أما على مستوى فروع النشاط الاقتصادي فقد تم إبرام 68 اتفاقية جماعية فرعية بالإضافة إلى 119 اتفاقا جماعيا فرعيا. على المستوى الوطني فهناك إطار يسمى بالثلاثية الذي يجتمع دوريا وهو يضم الحكومة وأرباب العمل والعمال ممثلين في النقابة والثنائية في بعض الأحيان بين نقابة العمال والحكومة. اللقاءات الثنائية والثلاثية هي فضاءات للتشاور حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الوطني الاستراتيجي كسبل مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وهنا أذكر بخصوصيات كل بلد بحيث أنه في الجزائر بالنسبة للأزمة المالية والاقتصادية كان هناك اجتماع للثلاثية حيث تم على الاتفاق على سبل مواجهة آثار هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وأيضاً تدرس هذه الثلاثية الملفات الكبرى ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والملفات ذات الطابع الاجتماعي كالمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية إلى جانب ملف التشغيل والحد من البطالة. وأتوقف هنا بالنسبة للضمان الاجتماعي لأعطي مثالاً واضحاً فيما يخص وجوب التكتل العربي في جميع المجالات لمواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى. نحن في المغرب العربي، اتحاد المغرب العربي، دخلنا في شراكة مع الاتحاد الأوروبي فرادى. الاتحاد الأوروبي دخل ككتلة في دول الاتحاد المغربي، عقدنا شراكة مع الاتحاد الأوروبي لكن كل دولة على حدة. وبالتالي لو دخلنا ككتلة كاتحاد للمغرب العربي كنا نضمن على الأقل توازن في الالتزامات والحقوق في هذه الشراكة. وفي هذا المجال عندما درسنا منظومة الضمان الاجتماعي، اتفاقية الضمان الاجتماعي المغاربية، في اتفاقية في الضمان الاجتماعي مغاربية، الآن قررنا في اتحاد المغرب العربي أن نراجع هذه الاتفاقية حتى ندخل فيها البنود التي تمكننا من مواجهة ما تم الاتفاق عليه في الاتحاد الأوروبي في مجال الضمان الاجتماعي. ولا أدخل في التفاصيل لأن هناك مثال في الاتحاد الأوروبي في الاتفاقية أنهم يحسبون كل مدد في كل دولة من الاتحاد الأوروبي مفروضة في اتفاق الشراكة. ولهذا الآن نعيد النظر فيه، كونت لجنة عمل على مستوى الاتحاد المغاربي فيما يخص ستشرف على إعادة النظر في الاتفاقية المغاربية للضمان الاجتماعي بما يمكننا من مواجهة الاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. الحوار الاجتماعي كتجربة في الجزائر ساهم في الحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي
أثناء فترة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفت البلاد في تحقيق الأهداف البرنامج التنموي، بحيث أن الجزائر مرت بمرحلة التي كان لابد أن نعيد إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وبالتالي إعادة الهيكلة تسببت في كثير من المشاكل الاجتماعية، وكان لابد أننا في هذه الفترة أيضاً أن يكون للحوار الاجتماعي دوره في ذلك. من أهم منطلقات العقد أن التنمية كل متكامل اقتصادياً واجتماعياً، لا يمكن أننا نركز إلا على الاقتصاد والأهداف الاقتصادية دون التنمية الاجتماعية. ثانياً، أن الحوار الاجتماعي آلية لمواجهة الأزمات وتوفير أحسن الحلول المشتركة في إطار الموازنة بين المتطلبات الاقتصادية والتطلعات الاجتماعية. من مبادئ هذا العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن العمال أي الإنسان هو المحور المركزي في كل سياسة تنموية، وأن النمو الاقتصادي وخلق مناصب العمل اللائق وإنماء المداخل وخلق الثروات هي من صميم مهام المؤسسة الاقتصادية. ركزنا على المؤسسة الاقتصادية الخالقة للثروة والخالقة لمناصب الشغل. ومن أهدافه ترقية اقتصاد متنوع منتج ومولد للثروة ولمناصب الشغل، وتقليص تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات بتنويع المنتوج الوطني. هذه خاصة بالدول التي تنتج النفط، وبالتالي كان لابد أننا ندخل هذا الهدف في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي. الكل يجب أن يعمل من إزالة تدريجياً هذه تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات. وعندما ذكرت ملف الطاقة في البداية، الآن فيه البحث على الطاقة المتجددة، ومع حسن حظنا حتى الطاقة المتجددة مصدرها في الدول العربية، وبالتالي فيها الآن تحديات بالنسبة للطاقة من كافة الجوانب. هناك أيضا من الأهداف من المبادئ ترقية اقتصاد متنوع كما قلت مولد للثروة ومناصب الشغل، وتقليص تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات، وتشجيع الاستثمارات والعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي، وتفعيل وتدعيم الهيئات الضامنة لتوفير شروط المنافسة النزيهة في النشاط الاقتصادي. ومن أهدافه الأساسية أيضاً تقليص مستوى البطالة وإرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر على يساعد على التنمية. إبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي تزامن مع انطلاق البرنامج التنموي الوطني الثاني لفخامة رئيس الجمهورية، وساهم في تحقيق نتائج إيجابية. أولاً تبعاً لهذا العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي كان من أهدافه أيضاً أننا نحافظ على النمو الاقتصادي للسنوات الفارطة على الأقل، وبالتالي حققنا نمواً خارج المحروقات غير مرتبط بالمحروقات في سنة 2009 بلغ 9%، معدل النمو خلال السنوات الخمس الفارطة هو 6% خارج المحروقات، وبالتالي حققنا هذا الهدف مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. طبعا كان لابد أيضا ضمن هذا العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي أننا نرقي منظومة الضمان الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال والتأمين الصحي والتقاعد في مجال حماية حقوق العمال. وفي هذا الإطار كان لابد أننا ننشئ الصندوق الوطني للاحتياط للتقاعد لضمان المنظومة الوطنية للتقاعد والحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد مقابل أو تفادياً أو وقاية من كل الهزات
التي يعرفها الاقتصاد ويكون لها أثر مباشر على المنظومة الوطنية للتقاعد كما وقع في بعض الدول. وبالتالي كان ضمن هذا العقد الوطني الاقتصادي أننا ننشئ الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد وأنشأناه، ويمول أساساً من 2% من الجباية البترولية إلى جانب موارد أخرى في تمويله. ولا أطيل عليكم في هذا المجال، هذه التجربة المتواضعة التي عرفتها الجزائر بالنسبة لإبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي. من المرتقب أيضا أن الثلاثية ستنعقد في آخر هذه الشهر لدراسة والتطرق إلى تحسين مناخ الاستثمار وترقية المؤسسة الاقتصادية، ثم ثلاثية في شهر سبتمبر تتطرق إلى الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وهي ثلاثية الكبرى. شكرا جزيلا على كرم الإصغاء. شكرا جزيلا لمعالي الوزير على هذه المحاضرة القيمة التي أطلعنا فيها على تجربة الجزائر الرائدة في هذا المجال.